طيب احنا اه ممكن ننتقل بقى لجزئية ان حضرتك اسست شركة انتاج سينمائي مع رفيق الدرب المخرج محمد راضي. مش يعني مش عادي، مش مألوف انه روائي يفكر يدخل في شركة انتاج سينمائي. دايما بنسمع ان ممكن اللي ينتج او يدخل في انتاج السينمائي بيبقى ممثل او مخرج. فكون ان حضرتك روائي وكاتب، فكرت ايه اللي حمسك انك تدخل في مجال الانتاج السينمائي؟ عشان ننتج أعمال بيتردد المنتج العادي إنه ينتجها، بيخاف لا يخسر. فكنت أنا ومحمد عملنا الشركة، وأخوه الله يرحمه السيد راضي ساعدنا أو أعطانا قرض، على طريقة تعبيره هو قرض حسن. اللي هو ردوا براحتكم بقى يعني. لا، قصد حسن اللي مش هيترد. فقلت له طب ما احنا مش هنرد فعلا. بس عملنا الفيلم، حتى انا اشتغلت فيه تقريبا مساعد مخرج او مساعد منتج كمان، وربنا سهل وطلع فيلم حلو بشهادة الجميع حتى الأجانب. حضرتك درست الإخراج وكتبت السيناريو كمان، بس ما حبيتش تروح للإخراج زي ما شفنا في التقرير. لا، مع إني دارس إخراج سينما. أه، ما أنا عارف إن حضرتك درست إخراج وكتبت سيناريو كمان، بس ما حبيتش تروح للإخراج خالص. لا لا، لأن الإخراج يحتاج تفرغ، وأنا الأدب عندي أهم حاجة، زائد أنا كنت أحب السفر. أه، ما أنا عارف إن حضرتك بتروح السفر كمان، وتحديدا إيطاليا كمان، كنت بتروح إيطاليا كتير. إيطاليا ايوه، حبيبتي. ضحكت كده، يبقى ايطاليا دي فيها حاجه. حبيبتي. كنت طب بتحب حد عايزين في بقى. ايطاليا؟ كونشيرتا باريس اللي هي في ريال. في ريال. دي حاجه قعدت تستمر في حبها قد ايه؟ لغايه لما سافرت.